السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. كما تعلمون، قبل أيام قليلة وضعت فيديو بخصوص دعوة أحد المهاجرين الغير شرعيين الذي أصبح ذو شعبية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، المهاجرين الغير شرعيين إلى اقتحام منازل الأمريكيين الغير مأهولة والسكن فيها، لأن هناك ثغرة في القانون الأمريكي أنه ربما يمكنك السكن في منازل غير مأهولة. هذا الأمر الذي الآن دفع العديد من الولايات، على رأسها ولاية فلوريدا، فأصدر حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس قانون بمنع تدفق هؤلاء الأشخاص على منازل الأمريكيين واستغلالها والسكن فيها. يعني هنا في فلوريدا لا يمكن لشخص مثل هذا الأشخاص أن يذهب إلى منزل ما ويدخل ويسكن في هذا المنزل. وهناك ولايات الآن سوف تتبع مسار حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس. فلماذا أتحدث على هذا الشخص؟ أتحدث على الشخص لأنه كما قلت ذو شعبية كبيرة، لديه حساب على انستغرام وحساب على تيك توك يصل إلى 500 ألف سبسكرايبر أو فولور أو متابع. طلب كما قلت المهاجرين بالحصول على أولاد في أمريكا من أجل الحصول على امتيازات، نفس الشيء الذي قام به. طالما بغزو منازل الأمريكيين والسكن فيها عوض السكن في الشارع، أعلن دعمه للرئيس جو بايدن الذي فتح الحدود وسمح له بدخول الولايات المتحدة الأمريكية، وأطلق عليه كلمة بابي بايدن، أو يعني فادر بايدن أو أبي بايدن. فعلى كل حال، هناك جديد في قصة هذا الشخص. الجديد هو أنه يوم الجمعة الماضي 29 من مارس سوف يتم إلقاء القبض على هذا الشخص من طرف عناصر الأيس، يعني هيئة وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو. سوف يتم إغلاق حسابه على تيك توك، والذي وصل إلى 500 ألف متابع، والذي تبجح في إحدى الفيديوهات بأنه دخله فقط من تيك توك هو $1000 يوميا، وأنه لا يحتاج إلى عمل. كذلك من الأسباب التي دفعت المصالح الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلقاء القبض عليه، وهو أنه يعتبر هارب. هارب، سوف أوضح لكم ما معنى هارب. هذا الشخص الذي اسمه مورينو دخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني. حينما دخل عبر الحدود وضعت أداة تعقب في رجله، وطلب بالمتول إلى من حين لآخر لدوائر الهجرة في المكان الذي يقطن به، الشيء الذي لم يقم به، يعني لم يذهب ولا مرة للمتول أمام الدوائر الحكومية لإثبات أنه موجود على الأراضي الأمريكية. فلذلك أطلق عليه أبسكاندر هارب، وهو كلمة تطلق على أي شخص أطلق سراحه من الحجز الإصلاحي أو المراقبة أو الإفراج المشروط، لكنه فشل في الامتثال لأحكام إطلاق سراحه. إذا شاهدتم هذه الكلمة أبسكاندر، هذا هو المعنى، أنه لم يمتثل للقوانين الإفراج، وأنه لم يعني يذهب إلى الموعد. فعلى كل حال، هذا الشخص كما قلت الآن ألقي القبض عليه. لكن من بين الأسباب الخطيرة التي دفعت مصالح الهجرة إلى إلقاء القبض عليه هو ظهوره في إحدى الصور وهو حامل لبطاقة السوشيال سيكوريتي، يعني عنده رقم ضمان اجتماعي. هذا هو يعني بيت القصيد، هذا هو الشيء الذي الآن هناك تحقيقات معه، وهناك أخبار في العديد من المواقع الإخبارية الأمريكية على أنه مهدد 99% بالترحيل من الولايات المتحدة يعني الأمريكية. هذا فقط تحديثات أو تحديث للخبر المتعلق بهذا المهاجر الذي دمر نفسه مع كامل الأسف، لأنه كان دخل الأمريكا بطريقة غير شرعية. كان من المفروض عليه العيش في أمريكا العمل، لأن هناك مهاجرين غير شرعيين هنا في أمريكا بدون أوراق ثبوتية، بدون أوراق إقامة، ومع ذلك يشتغلون، يحصلون على أموال، هناك من يدفع ضرائب. لكن هذا الشخص دفعه الجشع إلى
اعطى نصيحه، هذه النصيحه الان يدفع ثمنها. فكما قلت 99% هذا الشخص يقال انه سوف يتم ترحيله من الولايات المتحده الامريكيه. شكرا لكم والسلام عليكم.